اخويا زعما شي اللي داروا المغاربه واللي كنشوفوه يعني داخل وخارج البلد يعني تفرح بزاف والله. هادشي راه تيبورش يعني بحكم يعني الانسان يعني على برا ولا هنا كيجي كتسمع حاجه ولكن كتشوف هادشي لايف ديريكت راه تيبورش وتيبكي ويعني على اساس انه راه كاين سبحان الله العظيم مازال الخير في الامه العربيه والاسلاميه والمغاربه كلشي. يعني المغاربه راك عارف ديال الحزه ملي كتكون شي حاجه راه كلشي تينوض الموتى كلشي والحمد لله على كل حال. خويا الاحساس ديالي في التعاون هذا هو يعني التعاون اللي كيتعاون المغاربه بيناتهم يعني كنحس بان يعني المغاربه جميعا راه متضامنين فيما كتحل يعني شي ازمه سواء كانت كارثه طبيعيه او يعني حاجه اخرى. لو كتلقى المغاربه متضامنين يعني من طنجه الى الكويره يعني المغاربه قاطبه يعني شفنا القوافل يعني ديال المغاربه اللي تضامنوا مع هاد يعني الضحايا وكذلك يعني هاد الناس هادو المتضررين من الازمه ديال الزلازل. اذا كنحييهم على هاد التعاون وكنحسوا بان يعني مغاربه متضامنه فيما بيننا وكذلك كنزيدوا يعني نفتخروا باننا احنا ما دمنا يعني مع يعني في المغرب ومع المغاربه فاننا ان شاء الله غادي يعني فين ما تجي شي ازمه ولا شي كارثه والا يعني ما كان علاش نخافوا لديك الدرجه لاننا معنا اخواننا مع المغاربه. لا التضامن ما عندي ما نقول كل شيء مزيان والحمد لله والله يخلينا هكا دائما. انا فاخره بان معلومه انا مغربيه وافتخر الحمد لله خارج الكميات وكيخص يكون التاويل ما بيناتهم شي شويه ديال المراقبه في ديك الكاميرات. علاش؟ لان شفنا في هذا التليفون داك شي امورات اللي ما خصهاش تكون كاع. ايوا راهم كلشي كيشوف لان ما يمكنش تدي كاميو وتوقع فيه 16 شفارات وياخذوا من هنا وياخذوا من هنا خص داك الشيء كله يكون اون ريكل. المشروع ديالنا بهذا الفخر واعتزاز. هذا راه تيسمى فخر واعتزاز للمغاربه وهذا هو الكرم ديال المغاربه باش يعرفوا العالم كامل بلا راه المغاربه شعب بلا انه واحد الشعب كريم و تيكون تيتضامن مع بعضياته وهذا الشيء راه ماشي يلاه جديد راه كل شيء. وانا حسيت واخا ماشي انا زايد في المسيره انه بحال المسيره الخضراء تكررت عاوتاني. هذا الشيء باش حسيت انا وعاودوا لينا على والدينا وخوتنا اللي قبل منا اللي حضروا للمسيره. ودابا ملي شفنا هادشي انا تفكرت قلت راه المسيره الخضراء هي هادي. وكما قال المرحوم الحسن الثاني اريد لن يسبق شعب اخر غير شعب المغرب وهو راه سبق دابا اي شعب اخر من اي دوله اخرى ما سبقاتش الا الشعب ديال المغرب هو اللي تضامن هو اللي سبق هو اللي وقف مع الخوت ديالو. والحمد لله على كل حال وشكرا للجميع وشكرا للمغاربه كاملين. هذا التضامن هذا ليس غريبا عن المغرب لان المغرب دائما سباق الى مثل هذه المبادرات الانسانيه والتكافل الاجتماعي ومعروف عنه دائما مع الدول يتضامن بكل قوه وبكل احساس وبكل في جميع الكوارث الطبيعيه دائما هذه بادره طبيعيه وليست غريبه عن المغرب. والمغرب معروف على الصعيد العالمي معروف بتكافله وبحبه للوطن وبحبه لملكه وبحبه لعرشه وبحبه لكل ما يتمثل للتوابس الوطنية وعلى رأسها هو هذا هو ما نلاحظه باستمرار وفي كل مناسبة وعند كل بادرة يكون هو الطريق والنبراس ويعمل على التوعية وإحساس المواطنين بهذا التكافل. ونحن جد سعداء على بهذه الروح الإنسانية لأن هذه هي فلسفة الإنسان وهي الإنسانية التي يعبر عنها.